بالتوفيق ليك ان شاء الله كابتن ايمن. لكن يعني هنتقل لنقطه لا تخص اسوان وانما عايز فيها راي الكابتن ايمن الرمادي، وهي فرق المنتخبات المختلفه على مستوى المراحل المختلفه. بنتكلم على منتخب الناشئين لم يتاهل لبطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم من ايام بشكل قاسي جدا علينا. منتخب الشباب ودع بطوله افريقيا المؤهله لكاس العالم والمقامه هنا في مصر بطولة أفريقيا بمركز رابع أخير في مجموعته، علشان تطلع تساؤلات معتادة إنه إيه المشكلة وكيفية وضع المعايير على كل المستويات، سواء في تطوير قطاعات الناشئين أو مسابقاتها أو اختيار الأجهزة الفنية أو وضع خطط وحلول ورؤى مستقبلية. وأعتقد إنه فرصة وجود حضرتك معايا إن أنا أسألك في النقطة دي، وشايف إزاي التطوير يحصل علشان نبقى حاطين خطط بعيدة تطور بيها الكرة المصرية. في الحقيقة الموضوع ده شائك جدا جدا، وانا الحقيقة عايز اخد يعني اقول كلمة لكن ارجو ان هي تتفهم صح. الموضوع موضوع استراتيجية وتخطيط. احنا ما ينفعش نقزم الموضوع ونظلم مدرب او نظلم جهاز فني شغال واحنا اصلا تخطيطنا اعتقد ان هو يحتاج لمزيد من الاحترافية. تجربة كرة اليد المصرية هي تجربة فريدة من نوعها. لما اتعمل جيل كان عملاق وكانوا رابطين النتائج فرق الشباب مع الفريق الأول، وبالتالي اتعمل جيل عملاق بسبب التخطيط السليم، وأصبحنا في كرة اليد منتخبات مصر نفتخر بها في سنوات كتيرة جدا. أعتقد أن التجربة دي المفروض أن احنا نستفيد منها ونطبقها في كرة القدم، لأن أنا شايف من وجهة نظري الخاصة أن الموضوع موضوع وضع استراتيجيات بدون مجاملات. أيوة. وبدون عشوائية. وأنا الحقيقة هنا يا كابتن هاني، يمكن أنا من أسبوع كنت بتكلم معاك في موضوع إزاي نبقى دوري محترف. مظبوط. حاجات كتيرة جدا جدا نحتاجها. لو احنا عايزين نبني اجيال قويه لازم فعلا يبقى عندنا دوري محترف، ويبقى عندنا دوريات للمراحل السنيه قوي. لان انا شايف من وجهه نظر ان احنا عندنا الاحتكاك الداخلي ضعيف جدا. ايوه. فالاحتكاك الداخلي الضعيف ده مش هيولد منتخب قوي. ازاي يبقى الاحتكاك قوي؟ ان احنا يبقى عندنا دوري محترفين. مفيش داعي ابدا ان احنا نسمي دوري المحترفين بدون احتراف حقيقي. مظبوط. الاحتراف الحقيقي هي صناعه كره القدم. احنا ما بنعرفش نعمل صناعه كره القدم. وباختصار شديد انت لازم يكون عندك استراتيجيه تكون ماشي عليها، تكون موضوعه من فعلا ناس محترفين. لان انا شايف ان احنا بنعمل دوري محترف بافكار هاويه جدا جدا يعني. ايوه. حتى عشان كده المنتخبات مستحيل ان انت تفرز منتج قوي وانت عندك اصلا المدخل ضعيف. مفهوم. انا شايف بصراحه ان احنا محتاجين ان احنا نقعد ونعمل فعلا ورش عمل وبحث علمي دقيق بدون ما ندخل فيها مجاملات ولا افكار. خلي بالك الموضوع مش موضوع مدرب. انا النهارده كابتن ايهاب جلال مثلا في وقت من الاوقات ظلم بين، والنهارده كابتن محمود جابر بيظلم ظلم جيد بين. وهيجي مدربين كتير هيظلموا ظلم بين. ليه؟ لان احنا فعلا ما بنقعدش نحط حلول. عايز اقول لك يا كابتن هاني على معلومه صغيره جدا. اتفضل. المنتخب الالماني لما اخفق وخسر من كرواتيا 4-0 في بطوله الامم الاوروبيه 2000. ايوه. عملوا بحث علمي اتكلف مئات الملايين من الدوتش مارك، كان قايمها عمله الدوتش مارك. عشان يدرسوا ايه الاسباب في الاخفاق. هل احنا بنقعد ندرس الاسباب؟ احنا بالحقيقه للاسف الشديد بنقعد نخفق ونزعل جديد. قرارات ونقول الاسباب. مفيش دراسه حقيقيه تبين. أيوة. الاسباب. الدراسه الحقيقيه اللي تبين الاسباب دي هي اللي تحط لك استراتيجيه في العمل للفتره اللي جايه. لازم نبقى اصحاب استراتيجيه. احنا بلد قديمه جدا. مزبوط. جدا وبلد كبيره جدا. لازم نبقى اصحاب استراتيجيه، يعني
نبقى واضعين تخطيط سليم. للأسف الشديد احنا عندنا الأمور كلها مبنية على وجهات نظر البعض، وجهات النظر دي ممكن تكون ناجحة في سنوات سابقة لكن مش لازم تنجح دلوقتي. صح. فما فيش حاجة اسمها وجهات نظر، في حاجة اسمها بحث، في حاجة اسمها ورش عمل تنتج عليه عنها بحث علمي. أيوة. البحث العلمي يتحط بصورة، يتحط بناء على البحث العلمي استراتيجية. يبقى احنا عايزين ناخد بطولة بعد 6 سنين المستهدف هم مواليد مثلا 2014. أيوة. اسف يعني اللي هم عندهم 14 سنة. أيوة. اللي هم مثلا مواليد 2008 2010 2006. يبقى حاطين قدامنا استراتيجية. مظبوط. بس خلي بالك ما نحطش استراتيجيات على الورق، نحط استراتيجية ونتابعها سنويا. أيوة. هي بتعمل ايه وبتشتغل ازاي وآلية تدريبهم ازاي ونتابعهم في الأندية، وما فيهاش عيب ابدا ان احنا في وقت من الاوقات نستعين فعلا فعلا يعني بخبرات اخرى حتى لو من بره. أيوة. تحط لنا الاستراتيجيات اللي هي مناسبة لينا احنا يعني. مظبوط. كابتن ايمن اعتقد ان الكلام محتاج له استفادة اكتر من مجرد مداخلة، فبما ان المباراة المقبلة لسه قدامنا ايام بعض الشيء، فنتمنى انك تنورنا في البرنامج هنا.